عشان تسجلوا في برنامج المصممين، أولاً زوروا موقع دكان أفكار واضغطوا على القائمة واعملوا تسجيل دخول، اضيفوا معلوماتكم الشخصية واضغطوا زر التالي، اضغطوا على متجر تصميماتي وروحوا خانة تعديل إعدادات المتجر، حطوا اسم المتجر والوصف واحفظوا التغييرات، وبعدين اضغطوا خانة تصميم وإدارة التصاميم، اضيفوا التصميم اللي تبغوه وتأكدوا ان الحجم يكون 4000x4000 والجودة تكون 300 dpi، اضيفوا التصميم على المنتجات اللي انتو حابينها واضغطوا التالي وادخلوا معلومات المنتج. حنراجع التصميم ونرد لكم خلال يوم عمل واحد، وبكده مبروك عليكم، هتصيروا مشهورين.